أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صوت الناس. اليوم نريد نتحدث عن شبابنا وبناتنا اللي صار لهم سنين من تخرجوا من كلياتهم وجامعاتهم وقعدوا بالبيوت وما لاقين لا وظيفة ولا عمل. البعض منهم رفض أن يبقى قاعد بالبيت وراح طلع يدور على شغل، أي شغل كان، إن شاء الله بالبلدية، إن شاء الله بالشرطة، بالجيش طبعا بدون رتبة، بالسوق تحميل خضار، يلقى له أو يسوي له بسطة يبيع بها جقاير على الرصيف، تفاصيل كثيرة حقيقة. عدا أنه هذول الناس أو هذول الشباب الحلوين اللي كانوا يتأملون أنه في يوم من الأيام بعد أن يتخرجون راح يشتغلون وراح يعملون وراح يبنون كيان أسر نفسهم، راح اللي يفكر يشتري سيارة من خلال الوظيفة، اللي يفكر أنه يتزوج، اللي يفكر أحلام وطموحات الشباب كثيرة حقيقة، ولكن للأسف الشديد كلها قتلناها، كلها قتلناها لأنه قعدناهم ببيوتهم أو شمرناهم على الرصيف بعد 16 سنة من العمل. يعني ما 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 لقى فرصته. وعدى ذلك يعني أهلهم تعبوا عليهم، هم تعبوا على نفسهم، الدولة تعبت عليهم وصرفت عليهم من الابتدائية للثانوية للجامعة، زين أساتذة ومعلمين ودكاترة وشغل وصرف فلوس وملاكات تخدم الجامعات والمدارس، سواء كانت محسوبة على وزارة التربية أو على وزارة التعليم العالي. يعني هذا جهد هو نفسه الطالب أو الطالبة 16 سنة هو يدرس يحلم أنه يجي اليوم اللي يتخرج بيه ويلبس ثروب التخرج ويحتفلون بيه الأهل، تالي ما تالي لو يقعد بالبيت لو يروح يبيع جقاير على الرصيف. ليش؟ مو الله سبحانه وتعالى قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يجوز خريج كلية بكالوريوس يشتغل بالبلدية وينظف شوارع؟ الشغل مو عيب، نعم، ولكن كل واحد إلى مكانته، كل واحد إلى شهادته، كل واحد إلى. بالمقابل أيضا نلقى اللي هم يحملون شهادات مزورة وعلى قولت اللي يقول بسوق مريدي كل شيء تلقى، تلقاهم متبوئين وظائف وماخذين مسؤوليات. على أي حال الكلام طويل في هذا الصدد، خلونا نروح سوية نشوف هذا التقرير ونرجع نستمع إلى وجهات نظركم ومداخلاتكم. بعد 16 عاما من الدراسة يجد طلبتنا أنفسهم جالسين إما في المقاهي أو على أرصفة الشوارع بدلا من مقاعد العمل والإبداع. يقول العديد من الطلبة بأنهم يشعرون بالإحباط في المراحل الأخيرة من دراستهم الجامعية، لأنهم سينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل بمجرد تخرجهم. وبرغم أنهم مسرورون بانتهاء هذه المرحلة ففرحتهم كبيرة بارتداء قبعة التخرج.
التخرج، إلا أنهم يواجهون واقعا مؤلما لأن مصيرهم مجهول. خريجون تفوقوا بمعدلات عالية وجدوا أنفسهم بعد مغادرتهم لكلياتهم وجامعاتهم يشتغلون في دوائر البلدية، يحملون مكانس لتنظيف الشوارع، وغيرهم يقدمون خدماتهم لتلميع أحذية المارة، أو يفتتح كثير منهم مشروعا لم يكونوا يحلمون به لا يعدو بسطية لبيع السجائر. البطالة لها علاقة بالسياسات الخاطئة العامة التي يفترض أن تقوم على أسس لتوظيف أي شخص يحمل أي درجة علمية سواء بكالوريوس أو دبلوم. الإحصائيات تشير إلى أن عدد الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات العراقية سنويا يقدر بنحو 40,000 خريج، بينما كشفت سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 1.25 مليون من العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات الأخرى. ففي الوقت الذي يتوسع فيه التعليم العالي في العراق باستحداث العديد من الجامعات الجديدة، لم يجري ذلك وفق خطة علمية مدروسة معدة لحاجة العراق من الملاكات والكفاءات العلمية. إذن أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين، بينما ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم، خلونا ننوه إلى أنه العمل الصحيح في توزيع الخريجين يعتمد على إحصائيات وزارة التخطيط. يعني شنو؟ وزارة التخطيط عندها وزارة الزراعة تقولها أريد هلقد مهندس زراعي مثلا، وزارة النفط تقول أنا أريد هل قد حفر آبار أو مهندسين نفطيين أو جيولوجيين، وزارة الصناعة تقول أريد كذا فنيين عدد كذا كذا. إذن المعطيات اللي تعطيها الوزارات، وزارات الدولة، المن تعطيها الوزارة التخطيط، وزارة التخطيط على ضوها أيضا تقوم ترسم لوزارة التعليم العالي كيف تجيب طلاب، تقبل طلاب بالفروع العلمية والإنسانية وغيرها، على يعني على ما تحتاجه وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة. يعني مو القبول عشوائي وكيفي، وهذا اللي صار، هذا اللي صار. اللي صار أكثر من هذا أنه إحنا بدينا نفتح جامعات غير الجامعات الحكومية. احنا عندنا جامعات تقريبا اكثر من 30 جامعة حكومية في العراق. عدا ذلك بدينا نفتح جامعات اهلية وفروع عديدة ويتخرجون الطلاب المساكين، وبالتالي ماكو احد يستوعبهم. خل استمع الى وجهة نظر من الاخ ابو احمد من بغداد. تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم استاذ جلال. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لكم وجميع المشاهدين وكادر الفضائيه. حياك الله استاذ جلال. عندي قصه. انا تخرجت من الاعداديه سنه 1985 بال69. نعم. ودرجاتي مو بامتياز، متوسط يعني. طيب. قدمت الى 3 مكانات، كليه التربيه، كليه الشرطه، الكليه العسكريه، وثلاثه انقبلت بيهن. طيب. هاي لاعطيك المفارقه. نعم. هسه عندي بنيه خلصت ماجستير بكليه التربيه بالرشد ادب انجليزي. أي. ودزيتها للخارج ارقى جامعات العالم، خلصت ماجستير دراسات دوليه اداره اعمال وعلوم سياسيه، ما شاء الله، دكتوراه اداره التعليم الدولي، ما شاء الله، قاعده تربي جهالها بالبيت. زوجها دكتوراه بهندسه النفط قسم الكيمياء، سايق تاكسي. هسه شوف الفرق بين قبل. أنا يعني قلت لك خريج إعدادية صف خامس كانت مو سادس، 3 مكانات انقبلت بها والله، واختاريت واحد منهن ومشيت به. لكن شوف هاي البنية هسه دكتوراه وثلاث ماجستيرات، ورجلها دكتوراه بهندسة النفط قسم الكيمياء اللي نحتاجها إحنا، وده يسوق تاكسي وهي تربي الجهال بالبيت. فأخذ المفارقة ويسمعوها المسؤولين ويسمعوها الناس كلها. وأنا أشكرك. أنا أشكرك يا أبو أحمد. يعني هذا واحد من أشكرك. الأمثلة، واحد من النماذج اللي موجودة. شوفوا القصة ما تقتصر بس على خريجين الكليات والجامعات، يعني اللي يحملون شهادة دبلوم أو بكالوريوس،
لا، الأمر يتعدى ذلك. مثل ما قال أبو أحمد، حملت الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه بدون عمل، يحمل شهادة ماجستير يسوق تاكسي، مو عيب، الشغل مو عيب، ولكن هذا مو مكانه. أكو من يقوم بهذه المهمة لخدمة المجتمع، ولكن يحمل شهادة ماجستير في لغة أو في علم أو في جانب، المفروض يروح يقعد يمارس دوره في مكانه. أخذ مداخلة أخرى، منو؟ عباس من النجف، تفضل يا عباس. مرحبا يا عباس. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي عباس. الله يسعدك دكتور. يا مرحبا حبيبي، والله أنا مو دكتور، أقسم بالله. الله يخليك. دكتور، نعم. أشتغل أجور يومية بلدية النجف. تستاهل الدكتور والله. أشتغل بلدية النجف أجور يومي. نعم. هذا الشهر طبعا اليوم صار جيد 20 مدري 18. ماكو مانطور ولا فلس. إيش تحمل شهادة؟ الشهر لسه. إيش تحمل شهادة؟ اليوم احتاجيت أروح أنا أشتري عدة 3 أبطال. واحد منهم يشرب حليب. عباس، مع الاعتذار لك أخويا أبو خضير، أنا لا أناقش اليوم، مع الاعتذار، الاعتذار الشديد لك، أنا لا أناقش اليوم معكم موضوع المستوى المعاشي لكل شرائح وطبقات المجتمع، وإنما أخص بالذكر موضوع حملة الشهادات. احنا شفنا صورة اليوم استفزتنا كثيرا، الصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خريج جامعة يجي يخلي القبعة مال التخرج على رأسه ويقعد على الرصيف يلمع أحذية المارة. هذا مو شغله، مو عيب، أعيدها مرة أخرى، مو عيب، الشغل شرف، العمل شرف، يعمل ولا يمد ايده ولا يسرق، نعم، ولكن هذا مو مكانه. مكانه اللي يخدم به البلد، اللي يخدم به المجتمع، اللي يخدم به الوطن، ان يكون بالمكان الفلاني. شنو تخصصه؟ ميكانيك، صيدلة، هندسة، زراعة، صناعة، نفط، تعليم عالي، يروح هناك، مو يجي ياخذ اجور مقابل ان يلمع، اجلكم الله، احذية الناس اللي مارين. هذه ما صايرة، هذه كارثة بالمجتمعات، مو المجتمعات المتقدمة، بالمجتمعات الـ يعني المتواضعة، خلي نسميها، ما يجوز، هذا مو شغله. هذا يلا عيني، يلا خلنا نستمع إلى وجهات نظر أخرى من فضلكم. الأخ جابر الجابري من بغداد، تفضل يا أخ جابر. أهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ جلال. حياك الله. تحياتي لك وللقناة. حياك الله. والكنترول. حياك الله. يذكرني أو يسعفني بيت عبد الله البرداني اليمني الضرير، يقول: نعم، فظيع. نعم. جهل ما يجري وأفظع منه عن تدري. سيدي الفاضل، ردا على سؤال برنامج فيما يتعلق بالخريجين وأصحاب الشهادات العليا والذين هم الآن عاطلون عن العمل من بعد التخرج، حقيقة الدولة هي أو الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك. وباعتقادي، وقد أذهب بهذا الاعتقاد بعيدا، وربما أنت لا توافقني، المهم أن هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات متعاقبة لا يريدون عراقا قويا لكي ينهض من جديد، وأن ما تفعله الحكومة تجاه هؤلاء الخريجون وأصحاب الشهادات العليا ما هو إلا جزء، سيد أستاذ جلال اسمعني، ما هو إلا جزء من امتداد تصفية الكفاءات العلمية
التي قامت بها أجندة خارجية مدعومة من قبل الجوار ودولة معروفة. وإن العراق يا أستاذ جلال هو دولة غنية، كانت ولا تزال دولة غنية بعيدا عن ما يزعم به الإعلام الحكومي، ليست لها القدرة المالية، وهناك عجز في الميزانية في الدولة في مجال في مجال مشكلة. شكرا أخي جابر، واضح الفكرة، واضح أنا وصلتني كل اللي تريد تقوله، واضح هو يجب أن نشير أو نركز على موضوع حملة الشهادات المزورة. يعني حملة الشهادات المزورة شلون قدروا يسللون إلى دوائر الدولة؟ بل البعض منهم السلل وتبوأ مناصب مهمة وهو لا يمتلك الشهادة. الآن الطامة الكبرى هناك المعاهد أو الجامعات اللي منتشرة في أوروبا واللي تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه وهي أصلا غير معترف بها، كلها عبر المراسلة أو التراسل. هذه مشكلة وعبء جديد انضاف على مستقبل التعليم ومستقبل الحياة العلمية في العراق. نعم أبو جوان من أربيل، تفضل أخي أبو جوان. انقطع الاتصال أعتقد ويا فائزة من بغداد. نعم تفضلي أختي فائزة. مرحبا أخي. مرحبتين وكل الهي. ألو أهلا بك أستاذ. أستاذ أنا عندي ولد واحد بس، الله يحفظه ولد. الله يحفظه. ودزيته للهند، درس بالهند، أخذ ماجستير بالعلوم الرياضيات. ممتاز. وأخذ ماجستير باللغة الإنجليزية. ممتاز. والآن تخرج قاعد يضع بالشوارع، لا وصرفت عليه اللي عندي والما عندي، لما سويته وكونته وسويته أخذ شهادة الماجستير وفرحت بيه، تالي متالي قاعد بالبيت. شنو هذا الظلم؟ هذا مو أكبر ظلم؟ الناس تستفيد من هيك ناس خريجين. نعم. علوم رياضات يصير أستاذ جامعي يستفادون منه، لو يطلع شباب يضع بالشوارع، يعني الله ما يقبلها، محمد ما يقبلها، الكون كله ما يقبله. يعني أنا صرفت العندي والما عندي، صرفت العندي والما عندي، خليته يصير آدمي، يصير ماجستير، وتالي ما تالي بيضع بالشوارع. هذا شلون درد؟ يعني لما كل شهر أنا أدز له 6 ورقات بالهند، للهند درس كمل الماجستير، متعبت وكسويت. شكرا ست فائزة، أنا أشكرك جزيل الشكر لهذه الصراحة المتناهية، وصلتيها صراحتك أنه شقد تدفعي لها شهريا، تشيليها من زردومك حتى تدزيها لابنك الله يحفظه حتى يكمل دراسته ويجي. نسأل الله أن يوفقه ويفتح الطريق بوجهه. ما يصير ماجستير رياضيات، الرياضيات واحد من العلوم المهمة، واحد من العلوم الأساسية في بناء العملية التربوية. ماجستير رياضيات يستحق أن يكون أستاذ حتى في المعاهد والجامعات وليس على صعيد الثانويات. معنا ضيف كريم هو الدكتور كامل خورشيد، الأكاديمي، الأستاذ الأكاديمي والإعلامي. السلام عليكم دكتور كامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كيف ترى دكتور بدقائق معدودة، كيف ترى وأنت الأستاذ الجامعي، كيف ترى الطالب وهو مقبل على التخرج، كيف وضع النفسي وكيف وضع الاجتماعي؟ أريدك أن تحيط المشاهدين الكرام بهذه الصورة. شكرا جزيلا أستاذ جلال. يعني في البدء التحية والتقدير إلى قناتكم الوطنية المستقلة. حياك الله. الله يحييكم، وتحياتي إلى كل الكادر اللي بمعيتك وبرنامج صوت الناس اللي فعلا هو صوت الناس إن شاء الله.
يعني في البداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم على شعبنا العراقي بالأمن والسلام والخير والعافية. آمين. ظاهرة أنه الخريجين حقيقة تفاقمت بالسنوات الأخيرة، طبعا أسبابها كثيرة وما يمكن يعني بالدقائق اللي منحتها حضرتك إليها يعني صعب وجزها جميعا، لكن سوف أركز على أهم النقاط. يعني تخلي الدولة حقيقة منذ يعني حتى منذ 3 عقود أو خاصة بالعقدين الأخيرة، تخلي الدولة عن اعتماد سياسة وطنية بتوظيف الخريجين. وطبعا هذا السبب شنو؟ هذا السبب يعود إلى أنه عدم وجود تخطيط مسبق بين الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وإحنا طبعا هنا تحديدنا بالبرنامج هو خريجي الكليات والمعاهد. نعم. الوزارات المسؤولة عن الخريجين في العراق هي وزارة التعليم العالي، وزارة التربية طبعا، وزارة التعليم العالي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط والإنماء الاجتماعي، الصور موجودة هذه الوزارة. نعم. تتذكر أستاذ جلال بالسنين يعني خاصة في السبعينيات كان هناك مركز التخطيط في وزارة التخطيط يعنى بإحصائية بالخريجين المتوقع تخرجهم، فنشوف الخريج يصدر أمر تعيينه فور تخرجه بعد أداء خدمة العلم المقررة إلى رسميا، يأتي ويباشر في وظيفة الرسمية في المكانات المحددة إلى من قبل وزارة التخطيط. احنا نحتاج حقيقة حلول لهذا الموضوع. إذا تسمح لي طبعا يعني أقترح بعض الأمور. تفضل تفضل يعني دكتور. معروفة من قبل المختصين، يعني هم احنا ما يعني ما نأتي شيء جديد، لكن احنا نأكد على سياسات يجب أن تكون ثابتة عند الدولة وعند الحكومة التي تسير شؤون الدولة. يعني في البداية يجب أن يكون هناك استحداث سياسة توظيفية وطنية تقوم على تنسيق العمل والتخطيط بين الوزارات المعنية اللي عددتها. مضبوط. هاي أولا. اثنين، حقيقة يجب أن يكون هناك توائم أو توأمة أو تناسب بين مخرجات التعليم وحاجة السوق إلى هذه المخرجات. وطبعا هذا تخصص موجود بالعراق، كثير من الخبراء يستطيعون أن يعدون دراسة كاملة عن التخصصات، والتخصصات هناك تخصصات راكدة، هناك تخصصات مشبعة، هناك تخصصات مطلوبة، فبعض التخصصات المطلوبة ربما ما عليها إقبال، فيجب أن تكون هناك سياسة، وهذه السياسة يضعها خبراء يجعلون يعني من هذا التوائم بين حاجة السوق وبين المخرجات التعليمية. الحقيقة النقطة الثالثة، يعني الدولة يجب أن تدعم المشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة، لأنه صار حقيقة في الفترات الأخيرة خاصة بالعشرين سنة الأخيرة توقفت، أو قبلها حتى يعني بزمن الحصار اللي كان على العراق، توقفت أغلب المشاريع والمصانع الإنتاجية التي تستوعب الكثير من خريجين، فبالتالي وجد الخريج نفسه أمام واقع مؤلم حقيقة وعائلته أيضا. هنا اسمح لي، هنا اسمح لي دكتور بالمداخلة. نعم. وياك. نعم. يعني هنا خلينا ننتقل إلى أنه هذا الشاب أو هذه الشابة أكملت الدراسة وتخرجت، يعني قراءتك أكيد هم يتواصلون وياكم كأساتذة بعد ما يتخرجون. نعم. يعني كيف وضعه وهو قاعد بالبيت أو هو دي يعمل عمل آخر ما إلى علاقة بتخصصه وما يرد عليه مردود مادي مثل ما نقول مناسب؟ نعم. 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 شكرا أستاذ جلال على هذا السؤال. حقيقة الوضع هو الآثار هي آثار بالدرجة الأولى نفسية بصراحة، يعني آثار نفسية على الخريج، وأيضا آثار اجتماعية على أسرته، وآثار اقتصادية على وضع المعيشي. يعني الخريج يتطلع، إذا كان خريج دراسات أولية يتطلع إلى أن يكمل دراسة العليا، وأصبحت الدراسة العليا أيضا تكاليفها عالية خاصة إذا كان يبحث عن دراسة خارج القطر أو خارج العراق. اثنين، أنه الخريج نفسه وجد نفسه مع ضمن جيش كبير يعني من العاطلين، مجازي لهذا التعبير، جيش كبير من العاطلين
الذين طبعا هناك مشكلة أشير لها بصراحة، يعني لماذا احنا عندنا بالعراق عمالة من دول أخرى نسميها عمالة وافدة في حين الدول الأخرى تقنن الأعمال؟ يعني وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الأخرى بعض المهن تحجبها عن العمالات الوافدة. دكتور كامل خورشيد الأستاذ الأكاديمي والإعلامي، أنا أشكرك جزيل الشكر، هذا ما سمح به الوقت، أنا أشكرك جدا لهذه المعلومات القيمة التي أحطنا بها، شكرا جزيلا. الأخ أبو زكريا من كركوك، تفضل أخي أبو زكريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ. مساء النور، يا مرحبا أستاذ. على موضوعكم الشهادات صاير هواية. أنا هسه بالبيت عندي 5 طلاب. الله يحفظهم. هالطلاب من دراسات ماجستير وبكالوريوس ودبلوم وإعدادية ومتوسطة مختلفة. نعم. وأنا موظف بالإقليم، وأنت وضع الإقليم تدري موظفين شلون حالهم. فشو أسوي بهالشهادات إذا أنا ما استفاد منه أي شيء؟ بس أجمعهم كهواية. نعم. كلهم ما يشتغلون؟ كلهم عاطلين عن العمل؟ باستثناء واحدة. باستثناء واحدة. شكرا أبو زكريا. يعني هاي المشكلة، الخريج أهله يتعبون عليه ويكدون وهو أيضا يتعب ويسهر الليالي ويتمنون أن بعد ما يتخرج يساعدهم ماديا، يشتغل ويساعدهم ماديا، يعينهم على صعوبة الزمن، ولكن تشوفه هو يتخرج ويصير عبء أو عالة على أهله. يلا خلي الناس هم. أبو عابد من الموصل، مرحبا يا أبو عابد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ جلال؟ حياك الله أخويا. أستاذ جلال، أول وتالي بالنسبة للحكومة، أنا عندي طبعا ابني خريج نفط وكهرباء. ما شاء الله، الله يحفظه. الله وكيلي عاتبني، يقول لي يابا أنت لو مخليني أنا مشتغل لي مهنة حرة ومتعلم ما أحسن من هالدراسة؟ لأن أصلا هي الحكومة تريد تكسر الجهل، دراسة ماكو، أي شيء ماكو، في سبيل هم يلعبون بكيفهم، بس شهادات المزورة هاي تمشي بالعراق. الشهادة الأصلية ما حد يعترف بها، وشفت المعلمين والخريجين والدكاترة يضربوهم بأشكال بالأصي وبالهاي ويهينوهم. يعني هي هو هذا بلد؟ لأن أنت يا حامي الدستور، يا رئيس وزراء، أبو وزارة العمل الشؤون الاجتماعية وينك؟ اثنين، أبو وزارة العمل أكو شيء لخم، الله وكيلك، هسه حاربوا النوب، شو يسوون؟ حاربوا الناس، أكو شياب يعني قاعدين يعني خارج الموصل، كلهم قطعوا رواتب الرعاية عنهم، لأن هم لأن ما بالموصل تعالوا، لو تجون على الموصل لو نقطع الرعاية. زين هذول الشياب رايحين يم ولادهم يعيشون، وما ينطوهم 120,000، يعني نفر 120، يعني كل واحد 2,000 دينار. شكرا أبو عابد. أبو عابد أخذت الوقت المسموح بي، أنا أشكرك جزيل الشكر. أنتقل من الموصل إلى الناصرية وأستمع إلى الأخ حسين. مرحبا يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على مشاهديكم الكرام. حياك الله. أنا حسين من الناصرية. أتشرف فيك. معاناة أخوي من الموصل. أتشرف فيك أخوي. والله نفس المعاناة الناصرية، نفس الموصل، المجاعة بالناصرية ما صار جنوب أفريقيا. نعم.
والله المجاعل بالناصرية ما صار بجنوب أفريقيا من وراء الأحزاب الفاسدة. قسما بذات الله ما يخلي بالعراق خير ما طول الأحزاب موجودة. والله العظيم ما نشوف الخير ما طول الأحزاب موجودة وما طول إيران وراها. إيران بلعت العراق، إيران بلعت الشعوب، إيران ما خلت عدنا، إيران ما خلت بالعراق خير موجود. إيران أكلتنا على الله على إيران وعلى خامنائي وعلى الأحزاب. شكرا جزيلا أخي حسين. يعني هو من نبدي نذكر أسماء إحنا نتوقف. خلونا أحبتي المشاهدين الكرام نحافظ على حضارية الحوار فيما بيننا. عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة عويصة. واحدة من مشاكل المجتمع العراقي هي موضوع الخريجين. يعني أحاول قدر الإمكان أن يعني أشبع الموضوع نقاش مني ومنكم. من الفلوجة منو؟ مهند، تفضل يا مهند. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور نتكلم لك على الأنبار، احنا من أهل الأنبار. حياكم الله. وذلك مقولة أمير المؤمنين سيدنا علي يقول لا غنى كالعلم ولا فقر كالجهل. نعم. احنا اللي يحكمنا الآن بالأنبار نظام أشبه بالنظام الغنائم، أنه الموضوع التعيينات تتقسم بين الأحزاب، فما راح توصل بشكل عدل لبقية الناس. أكو هواي ناس ما منتمين للأحزاب، يعني حقوقها تجاه الوطن التعيينات هي حقوق أحزاب أم حقوق الشعب؟ لا أكيد هي حقوق الشعب. هذا المنطق، لكن الواقع الآن اللي موجود بالمحافظة هو حكم الغاب. الأحزاب تتقاسم فيما بينها والشعب ما إلى أي شيء. وأنا أشكرك دكتور. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. نروح للشرقاط ونستمع إلى مداخلة من الأخ علي. تفضل أخي علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ حياك الله، يا مرحبا أخي علي. أستاذ أنا طالب سادس، طلعت معدل 85. علمي ولا أدبي؟ طلعت هندسة ميكانيكي. 85 علمي ولا أدبي علي؟ لا علمي. وين انقبلت؟ انقبلت جامعة تكريت. يا فرع؟ فرع الميكانيك، هندسة قسم الميكانيك. ممتاز ممتاز. اي والله. وبعدين ما داومت أنا على تعرف شو اسمه الهندسة، صارت مو مركزي تعينها، حولت على المعاهد، عبن المعهد الطبي، عبن شو اسمه شويه تعينها هسه مركزي. اها. يعني وين شهاده الهندسه قبل؟ وين هالتعين المعاهد؟ اها. هاي 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 نقطه جوهريه ومهمه. نعم ما حد يري له. نعم اشكرك علي. شوف باختصار يعني علي مؤهل ان يتخرج من كلية الهندسة في جامعة تكريت مهندس مكائن، ولكن يعرف انه هذا الفرع او هذا الاختصاص ما بي مستقبل تعيين، راح الى مستوى ادنى الى معهد ياخذ منه دبلوم، هناك ياخذ بكالوريوس قبل ان ياخذ دبلوم بالمهن الطبية حتى يضمن تعيينه. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم جميعا. نعم. الأخ أحمد من كركوك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام وأهلا ومرحبا. أستاذ جلال، بالنسبة للتعيينات بالعراق، التعيينات هي فقط للأحزاب المتنفذة بالعراق. طيب. والخريج واللي شهادته اصولي هاي ما يرغبون فيه. اشوف انا قاعد يضربونهم خرطوم الماء يقتلونهم وكل شيء مالهم. وشغله اخرى اطلب منك استاذ جلال، على اي متفق يغلط على احزاب الحكومه لا تدفع الخطر عليه، لان هم يحكي على الصومال وعلى الجيبوتي،
شو سبب الخراب يا اخي استاذ جلال؟ انت اعلامي محتور ولك قيمتك، اللي اطلبه منك اللي يحكي على الاحزاب ما تقطع الخط عليه. شكرا، هذه هذا 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 رايكم ووجهات نظركم يا مهند، انا لا دخل لي فيها. احمد عفوا. شكرا يا احمد. انا حقيقه انا لا اتدخل في كل ما يطرح الشارع، هذا كلام الشارع، كلام المواطنين، ولكن ده يجي عبر الاثير الى برنامجنا او الى قناتنا. فقط احنا اعتراضنا هو على ذكر الاسماء، لا نريد ان نذكر احد بعينه. يلا من كربلاء ابو قيس، تفضل يا ابو قيس. مرحبا ابو قيس. يحكي على استاذ جلال بعده يحكي. ها السلام عليكم شلونك استاذ جلال؟ حياك الله يا مرحبا ابو قيس. وتحيه لك شخصيا. اشكرك. وتحيه الى سعد نجم الرباعي. يوصل باذن الله. هذه مشكلة من مشاكل العراق، وهي الله يخليك ابتعد عن التلفزيون ابو قيس. ابو قيس من فضلك. الشباب هم ركن اساس من المجتمع و ابتعد عن التلفزيون من فضلك. وهم بناة المجتمع الشباب. كانت المجلس الخدمة قبل التغيير قبل عام 2003 كانت جميع الوظائف تحصر في مجلس الخدمة. أبو قيس أبو قيس أبو قيس أبو قيس أبو قيس نصي صوت نعم. التلفزيون من فضلك من فضلك. نصيتها. طيب حتى أسمعك بوضوح. آخر رئيس مجلس للخدمة هو المرحوم الأستاذ المهم الزبيدي. المهم المهم الان بعد 2003 اللي صارت انحصرت الوظائف بيد الوزارات، فكل وزير هو ايش قد يريد، هو على قرايبه على عمامه على اخوانه على واللي ما عنده يظل يظاهر مثل ذول الشباب. وعندي رد على ابو ياسر من واصل. لا 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 ابدا ابو قيس ابو قيس ابدا ما نحتاج. هو أنا من قلت أترك الموضوع للمشاهدين، مو حتى تردون لا، بس يعني حتى أنتم تعرفون الحقيقة. إن كنا إحنا مثل ما وصفنا الأخ أبو ياسر أم العكس، وهذه بالنتيجة هي وجهة نظر، وإحنا نحترم كل وجهات النظر. ومع ذلك دعوة خاصة للأخ أبو ياسر من واسط أن يعاود الاتصال بنا في الحلقات المقبلة ويشارك معنا. نعم آخر اتصال. المخرج يقول لي، المخرج هو قائد العمل ما نقدر نخالف أوامره، يقول آخر اتصال من كركوك. منه الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. السلام عليكم عزيز أستاذ. حياك الله يا مرحبا. طبعا أنا أشكركم على هذا البرنامج وعلى هذا الطرح، طبعا هذا طرح جدا مميز الحالي طبعا في ظل كثرة الشهادات اللي موجودة بالعراق اللي صارت بالعراق وكليات، فخلى هذا الشيء يعني يخلي فد بطالة كلش كبيرة بالعراق، ورغم يعني زيدت الأزمات وماكو حلول من الدولة، الاقتصاد تعبان، القطاع الخاص تعبان مهمش منتهي، ولذلك خلوا كل الخريجين يتجهون إلى القطاع العام اللي هو التعيين، وماكو وظائف فقط للأحزاب وعمك وخالك وهذا دفتر وهذا دفترين يلا يتعين، غير هذا ماكو تعيين. أشكرك. وأكو نقطة نعم. مهمة. أني طبعا أحد المتظاهرين في مدينة كركوك من عام 2019، احنا بقينا بالشارع سنة كاملة ظاهرنا، وكو ايام نمنا بقينا بالشارع نايمين، تحملنا الضغوطات والحر والبرد والخطورة وممكن واحد يهددنا على مود نطالب بوظيفة.
وبالتالي كل شيء ما حصلنا، وهواية نواب بدون ما أذكر اسم انطونا وعود وما حصل شيء. جابوا لنا تدريب بشركة نفط الشمال لمدة 3 أشهر، ومن ثم راح يطلعونا باقي لنا أسبوع يطلعوني يقول لك روح قنعك في سبيل يسكت النار الخريج. وكلنا حملت يعني كلنا شهادات هندسة من كل الاختصاصات زائدا شهادات العلوم والإدارة. يعني بهذه المداخلة للأخ العزيز من كركوك أختم البرنامج. قبل ما أختم البرنامج يعني رسالة من قناة التغيير، رسالة من برنامج صوت الناس إلى المسؤولين في الدولة وفي الحكومة وفي الأجهزة المعنية، انتبهوا على هؤلاء الشباب، تظاهروا كثيرا، احتجوا كثيرا، ولكن لا من حل لهم. أحبتي المشاهدين الكرام، أذكركم بأن البرنامج يبث على مدى أو يبث على مدى 3 أيام، الخميس الجمعة السبت، 3 أيام متتالية. غدا سيكون لي لكم موعد آخر وموضوع آخر بإذن الله، فيما الله.